بيطلعوا امتى دول؟ والله بيطلعوا طول الوقت، بس انت بقى انت هيدا مش شايفه. يا بت بكلمك على التليفون كتير مش بترد، وبعت لك كمان رساله. معلش ماليش مزاج دقيق. نعم يا اختي، مالكيش الا مؤاخذه؟ امال يعني انت هنقربوا البعيد بقى. لا بقول لك ايه، انا مش عايزه سهوكه خالص. قول لي عايز ايه. ولا سهوكه ولا حاجه، انت عارفه انا ما بحبش الانتظار والركنه. ولا اطلع من الشويتين دول، انا عارفه انت بتنخور على ايه. على ايه والنبي قولي، عشان انا مش عارف. على الفرح، اقسم بالله يا دقاق لو ما عملت لي فرح الحاره كلها تحلف بيه لا يكون نهارك اسود. نعم اسود يا بت، ما تنقي كلامي. بعدين افهمني يا بت، انا بحب الدره داري على شمعتك تقيل. وبعدين الناس اللي في الحاره دي عينيها وحشه والله، كله باصص في واحد. انا في حد تحت والله ما سايبني، كل شويه باصص لي في الرايحه والجايه. افهمني بقى. لا يا حبيبي، ما دام وافقت انك تقعد معايا في الشقه يبقى هتعملي اللي انا عايزاه، ولا انت عايز الدنيا كلها تمشي على هواك؟ بعد كده يا عيشه؟ اه كده. طب والله جرحت قلبي. لا سلمت قلبك. الله يسلمك. امك هنا؟ مخموده جوه. انا كده كنت عايز اتكلم معاكي في حوار بقى مش عارف اتكلم. طب وطي صوتك عشان اعرف انت هتتكلم في ايه. هو ده اللي شاغلني ومخليني مش عارف انام والله، مطير النوم من عيني. يا بنت امك فوق دماغي طبعا، بس انا بحب اعيش براحتي. احب ابقى قاعد كده في البيت واخد راحتي على اخر. اعدي كده صلت ملط بلبوس، محدش يقول لي رايح فين وجاي منين ولا ايه. ايوه اعمل لك ايه يعني، اطردها؟ انا ما قلتش تطرديها برضو يعني، بس اتصرفي وشوفي لك حل. بصي انا زي ما انت طلبتي بالظبط، هعمل لك الفرح اللي انت عايزاه، وحياه امك وامي هخلي الحركه كلها تقول ولا فرح زي فرحك يا عيشه، بس انت بقى تصرفي. اتصرف. هي ليه مثلا ما تروحش توطي صوتك يا بنت في ايه؟ وانا قلت حاجه غلط؟ هي اللي ما تروحش تقعد عند اهلها في البلد. مش عارف، ما فكرتش في الحكايه دي. فكري بقى. وبعدين انت جبت التلاجه والبوتاجاز؟ اه جايين بكره خلاص. ايوه بقى عشان نسخن الدنيا عسل. واحنا ما فيش حاجه علينا ولا ايه؟ يا لهوي انت عايز تفضحني اوعى يا خمر. افضحك في ايه يا بنت؟ افضحك في ايه اول مره؟ انت عبيطه. وبعدين ولا حد يقدر يجيب سيرتك. ده اللي يجيب سيرتك اقسم بالله اجيبه لك من لسانه وراجعك هي تحت رجلك. صح ولا ايه؟ مفيش ياما. يلا يا اخويا احنا لحقنا. يلا يا اخويا فضناها. فضناها ايه؟ بيتك هتفضحني. هكلمك بالليل تعدي عليا ان شاء الله. يلا يا اخويا يلا يخرب بيت. ايوه ياما نيله. وايه ده اللي مفيش؟ ده كان صوت دقيق صح؟ صح يا حبيبتي، اسمعي كلام، دخوله وخروجه كتير كده مش حلو. الله، مش عريسي يجي وقت ما هو عايز ويمشي وقت ما هو عايز. كان عايز ايه؟ نفسي مره اتكلمت تردي عليا زي البني ادمين. اقول لك عايز ايه عشان تهمدي؟ قولي. كان عايز يلغي الفرح. الف بركه احسن. هو فيا وليا انت؟ هو انت بتكرهيني؟ هو انا مش بنتك؟ انت عشان بنتي خايفة عليكي من الجوازة دي. لا يا اختي انت مش خايفة عليا، انت خايفة منه عشان عارفة لو مش قاعدك معانا في الشقة. انت بتقولي ايه؟ هو مين ده اصلا عشان يقعدني ولا ما يقعدنيش في بيتي؟ ده الدقيق اللي هيبقى جوزي، اللي هيعمل اللي هو عاوزه. واعملي حسابك يعني انت من النهاردة بقى تشوفي لك حتة تقعدي فيها ان شاء الله. هتقعد فيها؟ روح فين يعني؟ شوفي لك اي داهيه بقى، خدي لك اي اوضه في اي حته. ولا اقول لك عشان تعرفي انا كويسه معاكي للاخر، هكلم لك صاحب البيت يقعدك في الاوضه اللي تحت السلم. الاوضه اللي تحت السلم؟ بص عليكي دي المجاري طافحه فيها ليل نهار. معلش يبقى سدي مناخيرك. وبعدين لما مؤاخذه يعني انت عايز تقعدي فين؟ في لوكاندا؟ ده انت يعني لا مؤاخذه يعني رجل بره ورجل جوه. ما كفايه عايزه ايه؟ تاخدي زمنك وزمن غيرك؟ ولا اقول لك بلاش كل ده، روحي اقعدي عند عمتي في البلد. انت عارفه انها ما بتحبنيش. ولا بحبك والله، بس هعمل ايه بقى؟ ما تزعليش مني، بس حطي نفسك مكاني. يعني انا هبوظ الجوازه دي عشانك انت؟ اكيد لا. خلاص انا هسيبك النهارده، بس اعملي حسابك بكره او بعد تكوني شفتي مكان تاني. تمام.